هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الحاسوب، الجزء الأول، الصف الثامن، الوحدة الأولى، الدرس الثالث. وحدات التخزين المساندة. نظراً إلى أن ذاكرة الوصول العشوائي بين قوسين رام لا تستطيع الاحتفاظ بالبيانات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الحاسوب، فقد استخدمت وحدات تخزين مساندة للاحتفاظ بالبيانات على نحو دائم كي تسترجع عند الحاجة. ومع أن هذه الوحدات أبطأ من الذاكرة الرئيسة، إلا أنها ذات سعات تخزينية أكبر من الذاكرة الرئيسة وأقل كلفة أيضاً. ويوضح الشكل 21 مخططاً لكيفية انتقال البيانات بين المعالج ووحدات التخزين المساندة مروراً بالذاكرة من المعالج للذاكرة لوحدة التخزين المساندة والعكس. وتقسم وحدات التخزين المساندة إلى وحدات داخلية مثل القرص الصلب ووحدات خارجية مثل بين قوسين الأقراص المدمجة والرقمية والفلاش وبطاقة الذاكرة، وفيما يأتي توضيح لكل منها. أولاً، القرص الصلب بين قوسين هارد ديسك. يعد القرص الصلب وحدة التخزين الرئيسة في جهاز الحاسوب، ويكون مثبتاً داخل وحدة النظام، ويمتاز بأنه سريع جداً في نقل البيانات، وسعته التخزينية كبيرة تقاس بالجيجا بايت بين قوسين جي بي، ويخزن عليه نظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية المختلفة. يتكون من قرص واحد أو من مجموعة من الأقراص. وبين الشكل 21 القرص الصلب من الداخل ومن الخارج. ومن أهم خصائص القرص الصلب المؤثرة في أداء الحاسوب: 1- السعة الكلية للقرص الصلب. كلما كانت سعة القرص أكبر كان أفضل، وهذا يعتمد على حجم البرامج المراد تخزينها عليه. 2- سرعة دوران القرص الصلب. كلما زادت السرعة كان نقل البيانات أسرع. وهنالك نوع آخر من الأقراص الصلبة يكون خارجياً بين قوسين external hard disk، وهو مهيأ لوصله بجهاز الحاسوب من المنافذ الخارجية كما في الشكل 1-22 القرص الصلب الخارجي، وهو أبطأ في السرعة من القرص الداخلي. ومن ميزاته إمكانية التنقل به بسهولة. 2- الأقراص المدمجة بين قوسين Compact Discs. يطلق عليها أحياناً الأقراص الليزرية، لأن تكنولوجيا الليزر تستخدم في كتابة المعلومات المخزنة عليها وقراءتها. والقرص المدمج خفيف الوزن وذو سعة تخزينية تبلغ 650 ميجا بايت تقريباً. وللأقراص المدمجة أنواع عدة كما في الشكل 1-23 الذي يبين بعضها. القرص المدمج للقراءة فقط Compact Disc Read Only Memory CD/ROM. أهم ما يميز هذا النوع من الأقراص المدمجة أن الكتابة عليه تتم في أثناء عملية التصنيع، فلا يمكن بعدها مسحها أو تعديلها، فهو للقراءة فقط. القرص المدمج القابل للكتابة Compact Disc Recordable CD/R هو قرص مدمج يمكن التخزين عليه مرة واحدة فقط، بشرط أن يكون مشغل الأقراص المدمجة قادرا على الكتابة على القرص إضافة إلى قراءته. القرص المدمج القابل لإعادة الكتابة والتخزين Compact Disc Rewritable CD/RW. وأهم ما يميز هذا النوع من الأقراص المدمجة إمكانية الكتابة والتسجيل عليه وحذف المعلومات المخزنة سابقاً وتعديلها. ناقش أفراد مجموعتك
في الأمور التي تعتمد عليها عند رغبتك بشراء أحد أنواع الأقراص المدمجة. ثالثاً، القرص الرقمي بين قوسين Digital Versatile Disc DVD. إن الحاجة لتخزين كم هائل من المعلومات التي تتضاعف بسرعة كبيرة أدى إلى ظهور وسائط للتخزين تتلائم مع هذا القدر من المعلومات. ظهر القرص الرقمي الذي يشبه كثيراً القرص المدمج من حيث الشكل والحجم، كما في الشكل 1/24 القرص الرقمي DVD. ويمتاز القرص الرقمي بسعته التخزينية الكبيرة إذ تصل إلى 16 جيجا بايت، ويستخدم عادة لتخزين أفلام الفيديو. ابحث بالتعاون مع مجموعتك، ابحث عن أنواع الأقراص الرقمية ومزايا كل منها، ثم اعرض ما تتوصل إليه أمام طلاب صفك. رابعاً، ذاكرة الفلاش بين قوسين فلاش ميموري. هي وحدة تخزين مكونة من شريحة ذاكرة قادرة على الاحتفاظ بالمعلومات المخزنة عليها على نحو دائم، ويمكن مسحها وتعديلها. ومن مزاياها أنها صغيرة الحجم وسهلة الحمل وذات سعة تخزينية كبيرة وسهلة الاستخدام ولا تتلف بسهولة، كما في الشكل 1/25 ذاكرة الفلاش. خامساً، بطاقات الذاكرة بين قوسين ميموري كارد. هي بطاقات صغيرة الحجم قابلة للإزالة، وتحتاج عند توصيلها بجهاز الحاسوب إلى قطعة إلكترونية تسمى قارئ البطاقات كارد ريدر. ويستخدم هذا النوع من الذاكرة في الكاميرات الرقمية ومشغلات الصوتيات وأجهزة الهواتف الخلوية والأجهزة المحمولة الأخرى، كما في الشكل 1/26 بطاقة ذاكرة. ابحث بالتعاون مع مجموعتك، ابحث عن سعة أدوات التخزين الآتية: القرص الصلب، ذاكرة الفلاش، بطاقات الذاكرة المتوافرة حالياً في الأسواق وأسعارها، ثم ناقش زملائك فيما تتوصل إليه. النشاط 1/4 وحدات التخزين. بالتعاون مع أفراد مجموعتك، أكمل الجدول بكتابة اسم وحدة التخزين الأنسب للوصف المكتوب بالجمل الآتية: الرقم، الوصف، وحدة التخزين. 1. وحدة التخزين الرئيسة في جهاز الحاسوب. 2. يستخدم عادة لتخزين أفلام الفيديو بجودة عالية. 3. يخزن عليه نظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية. 4. الكتابة عليه تتم في أثناء تصنيعه. 5. من مميزاته إمكانية التنقل به بسهولة. 6. وحدة تخزين مكونة من شريحة ذاكرة. 7. يشبه كثيراً القرص المدمج من حيث الشكل والحجم. 8. يمكن التخزين عليه لمرة واحدة فقط. أسئلة الدرس: 1. ما سبب استخدام وحدات التخزين المساندة؟ 2. عدد مزايا ذاكرة الفلاش. 3. اذكر مزايا القرص الصلب. 4. عدد أنواع الأقراص المدمجة. 5. بماذا يتميز القرص المدمج CD/RW عن الأنواع الأخرى من الأقراص المدمجة. 6. تتضمن برمجية معالج النصوص التي درستها في الصف السابع إمكانية الحفظ التلقائي. ابحث في تعليمات البرنامج عن كيفية استخدامها ولماذا تستخدم. انتهى الدرس.